ويمكن معنا في هذه اللحظات يا كابتن هيثم الكابتن وكابتن سيف سمير كابتن النادي الاهلي. كابتن سيف طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك لك طبعا اول مباراه في سلسله ذا بيست اوف 5. يعني شفنا طبعا اداء جيد من جميع لاعبين النادي الاهلي، فشايف النهارده الاداء ازاي؟ ويمكن براند لسه قايل معانا دلوقتي ان انت دايما بتتكلم معايا كابتن، طبعا دورك ككابتن الفريق دور مهم جدا مع جميع لاعبين النادي الاهلي وبالاخص طبعا براندن كوفد جديد في الفريق. والله الحمد لله يعني على المكسب النهارده زي ما انت قلتي، يعني ده يعتبر اول ماتش في البيست اوف 5. ماتش النهارده كان مهم قوي بالنسبه لنا، ان احنا دايما احنا اتكلمنا مع بعض ان احنا لازم نصالح الجمهور على ماتش الكاس واللي احنا عملناه في الكاس. اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله، براندوم احنا بنراهن عليه يعني بغض النظر وات ايفر ايه اللي بيحصل، بس احنا كنا متاكدين ان هو النهارده هيبقى حاجه تانية. فالحمد لله يعني ساعدنا كتير، وزي هو توب سكورر وكل حاجه، بس احنا كلنا فرقه واحده عايزين نصلح جمهورنا بالدوري وبالبال. يمكن خساره كاس كانت مزعلانه قوي، بس الحمد لله رجعنا وفوقنا، والنهارده زي ما انتم شايفين شكلنا الحمد لله احسن، بس لسه عندنا يعني لسه عندنا ماتشين باذن الله نخلصهم على خير ونفكر بقى في اللي جاي باذن الله. سيف طبعا يعني احنا عارفين فريق النادي الاهلي لكرة السلة يعني دايما بتفرحوا جماهير النادي الاهلي، دايما بتمتعونا عامة بأدائكم في الملعب يعني في أي بطولة أو أي مباراة. يعني ما شاء الله طبعا السنة اللي فاتت أبطال يعني 5 بطولات. يمكن أنا عارفة مقدرة طبعا، يعني أنتوا أكيد متأكدين أن جمهور النادي الاهلي زعلان وأن أنتوا حابين طبعا تصالحوه زي ما أنت قلت ببطولة البال وبطولة الدوري، بس طبعا عايزك برضو تكلمني على بعد بطولة الكأس. أنا عارفة أن أنتوا يعني لعيبة النادي الاهلي قفلتوا الصفحة، مركزين أكتر طبعا في بالاخص السلسله دي قبل بطوله البال. طبعا احنا متعودين، احنا في النادي متعودين ان احنا مهما عملنا قبل كده هو الجمهور دايما واحنا يعني والاداره وكل الجماهير النادي الاهلي بتبص على اللي جاي، مش بنبص ورانا، مش بنبص احنا كسبنا ايه، مش بنبص احنا خسرنا ايه، اهم حاجه هو اللي جاي. واللعيبه فاهمه ده كويس واحنا فاهمين ده كويس، فربنا يسهل باذن الله في اللي جاي يعني. يا كابتن ويمكن خلاص الوقت يعني قصير جدا، انا عارفه بعد بكره المباراه على طول، فكلمني طبعا يا كابتن ازاي هتستعدوا للمباراه القادمه ان شاء الله في سلسله ذا بيست اوف 5. لا احنا عندنا بكره اجازه، النهارده هنعمل ريكفري، بكره اكيد في تمرين، بس هو ماتش كمان يعني الحمد لله ماتشات متاخر قوي، يعني بعد بكره عندنا ماتش الساعه 9 برضو، فعندنا وقت يعني الحمد لله للريكفري. والكوتش كمان كان بيعمل روتيشن كويس، تقريبا ما فيش حد لعب فوق ال 20 دقيقه، فربنا يسهل يعني باذن الله. باذن الله يا كابتن، ومنتظرين منكم اكتر من كده ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يعني هتفرحوا جماهير النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي واثق فيكم. وطبعا يعني كمان ودورك يا كابتن في صفوف فريق النادي الاهلي دورك مهم جدا، كلامك مع اللعيبه وزي ما قال براندن يمكن قبل ما انت تكون معانا على الهواء. طبعا يعني الحمد لله انا يعني اللعيبه مش عايز اقول دوري، بس اللعيبه كلها كبيره معانا، عمرو الجندي كابتن منتخب مصر، ايهاب امين نجم مصر، يعني عندنا لعيبه كبيره، طبعا دوري مهم وكل حاجه، بس كلنا لعيبه كبيره، سواء كيجو سواء عمر سواء انا، يعني ال 12 لعيب بصراحه او ال 11، احنا النهارده 11 في اصابات كتير، فال 11 لعيب لعيبه كبيره ولعبنا في انديه كتيره وكل واحد فيهم يقدر يشيل فرقه لوحده يعني، فاحنا مركزين وان شاء الله نفرح جمهور النادي الاهلي يعني. ان شاء الله يا كابتن بالتوفيق باذن الله، شكرا جدا. شكرا. طبعا زي ما انت شفت يا كابتن هيثم يعني كابتن فريق النادي الاهلي كابتن، وطبعا كابتن سيف سمير، وحديثه بالتاكيد على المباريات اللي قادمه، مباراه اليوم وكمان يعني بعد بطوله كاس مصر امام نادي الاتحاد، بيوعد جماهير النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله انهم يصالحوا كمان الجمهور بفوز ببطوله البي اي ال او بطوله البال، وبالتاكيد باذن الله بطوله دوري السوبر لكره السله. والان العوده مره للاستوديو طبعا ليك يا كابتن هيثم، الكلمه ليك تفضل. الزميله العزيزه سالا حامد بشكرك شكرا جزيلا.